وسهلا. احنا جماعه البسنه وقفتنا هذه اليوم بالذات تزامنا مع جلسه رئيس الحكومه والنواب الجهه، مطلبنا سهل وبسيط ياسر ان نسرعوا في تفعيل الشركه وحاجتنا بامضاء العقود باش تكون حالتنا وضعيتنا قانونيه ورسميه. عينا من الانتظار واللي وهي الحاجه سهله ياسر في من منظور يعني معناه، وماذا بينا الناس كل توقف معانا، الجهات المعنيه الكل كانوا نواب ولا السلطة ولا عمد ولا حتى ابسط انسان في الاطارات الكل، نحب الناس كل توقف معانا من اهل من جهه من كل شيء. رانا عينا من الانتظار وراه العمر تعدى وكي نخدموا حنا راه برشا ناس باش تخدم وبرشا ناس باش تحللها افاق اخرى، راهي ماهيش حاجه بسيطه اللي تعدى كل شكون هذوما جماعه البستنه. جماعه البستنه رانا ما نمثلوش رواحنا برك، رانا نمثلوا جهه كامله وراهو في جرتنا حنا باش تحل افاق ياسر للبلاد. ونتمنى نتمنى نتمنى التفعيل في هالشهر والشهرين هذوما ما كثرش. لي ماكس ما حشناش براس العام، راس العام كبيره ياسر طويله ياسر، وحنا رانا ماناش مبطلين احتجاجات ماناش مبطلين وقفات احتجاجيه حتى يتفعل البرنامج نتاعنا الكل. وماذا بينا ماذا بينا من التضامن حق معناها حاجتنا بناس تضامن معنا بالكدي ورئيس الحكومه بجاه ربي تقشف عامله في اي برنامج كان في برنامجنا احنا ما تعملش الخاطر سيء. يعني احنا وصلنا لماكس من الانتظار، يعني بالنا واسع وتحملنا وصبرنا بالكدي ماذا بينا التقشف نتاع ما يجيش في فينا احنا بالضبط. قبلي بالذات قبلي بالذات ومش معدنا احنا بالذات بجهتنا احنا بالذات. يعني جماعه تطاوين نفس العام امضوا الاتفاقيه نتاعهم 2017 وهم خدموا وزادوا 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 وحنا 2017 مازالت ما تفعلتش لتو. حاجتنا بالتفعيل التفعيل 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 وشكرا خويا. ان شاء الله رانا مواصلين في الاحتجاجات نتاعنا وفي الوقفه نتاعنا، رانا ما مطالبين بحد شيء، تسريع في امضاء العقود ورانا حتى تعبنا ماناش موقفين وما زالت المسيره متواصله. اما ماذا بينا هالمماطله في ولايتك باللي بالذات علاش؟ معناه بصراحه سونا وضعيتنا ورانا ماناش راجعين بحول الله، ماناش راجعين وبحول الله رانا مازلنا مقدمين. اما ماذا بينا واذا كان يملوا فينا رانا ماناش ملين ورانا كل ما يزيدوا قدام باش نزيدوا قدام ومعاهم موسعين بالنا وقد ما وسعنا بالنا شوي وكل ما يزيدوا معانا راهو باش يزيدوا اكثر. والسلام عليكم. نتكلموا على البستنه، البستنه راه حتى اللي يقول لي مبروك نضحك انا. نقول له مبروك كان شد حاجه فيدي. مبروك ندورها كامله. ألف مبروك مش مبروك واحد، ألف مبروك. وندوروا حاجه صادقه. تعملوا مزيه، أعمارنا مكهبه على 50 عام. أعمارنا مشت تصفى. أبات عائلات، رانا أبات عائلات. فقارة وحقنا في نفس الوقت حق من حقوقنا جت فين احنا وحبسات بس انا هذه في كامل تراب الجمهورية في ولاية تطاوين في ولاية طوزة ولاية قابس خبرها جت كان في قبلي وحبست علاش بوانت انتريغاسيون هذا عيب وشد العيوب سامحونا معناها بصراحة يعني كثرتوا على ما وصوكم والرسالة هذه من هنا رئيس الحكومة فخفاخ أخطانا من المماطلة أخطانا من تندير لكم هانا تنجوكم ها واستنوا ها الشهر هذا الشهر الجديد العام هذا مشت تسبات وعياد يا غالي مشت تسبات وعياد هذا راهو محال بدي الواحد حتى يقولوا له مبروك يطبس راس سلط أنا مانيش عارف مبروك انت راه على العرس اللي عرسته ولا البستنة المبروك هذا نحبوها مبروك كلمة معبية فهمتني وتعملوا مزية شوفونا معناها أمورنا بجدية أخطانا من برا جيب الورقة هذه تعال غدوة برا طرشيني الشهر جديد هاي يكون جهة طرشيني وبالنسبة لنا احنا ماناش مسيبينكم لأن نشدوا الخدمة تو نشدوا الخدمة سيبوكم وهذا والسلام عليكم. واحدة من الناجحين في البث أنا مع الأخوات الكل وأني زاد راني مانيش من المجموعة المتخرجة اللي نقول طال انتظاري ولكن أني من فئة اجتماعية يلزمنا الخدمة. ما دام جات المناظرة هذية وقانونية وهبطونا اسامينا بالله تعملوا مزية يا وخياني يا مسؤولين يا نواب كفانا مماطلة وكفانا وعود كاذبة رانا ملينا الانتظار. شيء من حالاتنا الاجتماعية الهشة
ولو ان الحمد لله هما السورين وربي اللي خلقنا ادرى بينا الكل المجموعه كامله، لكن رانا حتى الحلم ما عادش يركب على عمارنا تو ما عندناش نجمو نحلمو. نحبوا التفعيل مادام هبطونا اسامينا وزادت هبطه في القائمه الرسميه، ماذا بينا التفعيل عن في اقرب وقت ممكن من شتي وحنا من قبلي الى تونس الى دوز مهملين مصالحنا مهملين ديارنا مهملين صغارنا ربي يعلم بحالاتنا فهمتني ولا وحنا من احتجاج لاحتجاج واحتجاجاتنا كلها سلميه ومطالبنا مشروعه وماذا بينا زاده اللي وخيان اللي في قائمه الانتظار راهم مبات عائلات حتى هما ومهات عائلات ماذا بينا حتى هما التفعيل معنا موش يشموهم ويطمعوهم وبعد لا وقعد انت في قائمه الانتظار وندرى شنيه ولا استنى ولا ممكن ينحوه خلاص من ليسه ماذا بينا احنا راه جايين نحتج مع قوتنا زاده اللي هم يحبوا ينحوهم او يخلوهم في قائمه الانتظار وقداش من ولد عمي الانتظار هذا كنا حتى عمارنا ما عادش تنتظر الانتظار فهمتني ولا كفانا وعودا يا رئاسه الحكومه ويا سلطه محليه وجهويه والسلطه كلها كفانا وعود بالله كفانا وعود ورانا بحول الله الى الامام وناش مبطلين الاحتجاجات احتجاجاتنا سلميه احنا ناس مثقفين ناس متربيين والتي قبل ديما معروفه وهذاك علاش قاعده ديما محقوره على خاطرنا ناس متربيين ناس نعرفوا متحضرين نعرفوا نتصرفوا نعرفوا نتعاملوا نعرفوا ناخذوا بالخاطر لكن ياخذوا بخواطرنا وللصبر حدود وكل بداية لها نهاية يا أخوي فهمتني ولا لا وهذه أمورنا قانونية ماذا بين التفعيل في أقرب وقت الإدارات كلها فيها شغور الإدارات كلها ناقصة خدامة ناقصة أعوان تنفيذ ناقصة إطارات وما شاء الله احنا من أعوان التنفيذ اللي مصلي على النبي إطارات عندنا كنا مات عائلات وبات عائلات ماذا بين التفعيل في أقرب وقت وكيما نعاود ونردد ونكرر ما ننسوش إخوتنا اللي خلوهم في قائمة الانتظار رانا احنا معاهم وماناش مبطلين الاحتجاجات كلف ذلك ما كلف ولو كان على عاتقنا بالنسبة لي أني نحكي على روحي ومؤكد أن المجموعة الكل نمثل واحد إحنا دوز كاملة وقبل لي كاملة تمثل واحد لأن إحنا أصحاب كلمة ماذا بينا التفعيل في أقرب وقت ماذا بينا نخدمه يا أخي أرانا تعبنا من الخصاصة تعبنا من الخصاصة تعبنا من الخصاصة وهذا طلب مشروع ماذا بينا التفعيل في أقرب وقت فهمتني ولا لا تفعيل في أقرب وقت وإن شاء الله ربي يسهلها على الجميع وكفانا وعودا كاذبة أرجوكم كفانا وعود كاذبة يزيها قبل محقورة يزينا البترول اللي ماشي يزينا ثرواتنا اللي ماشية فهمتني دقلتنا اللي ماشية رجالتنا ماذا بينا يخدموا احنا نخدموا أولادنا يخدموا فهمتني ولا لا احنا أكثر ولاية اللي ذرها وبناتها كلهم مثقفين ومتحضرين وعندنا مستويات ثقافية لا بأس بها ولكن قاعدين محقورين علاش من ربياتنا ومن سكاتنا ومن تحضرنا ولكن معاش سكات رانا موصلين الاحتجاج ولا خوفة فهمتني ولا لا ولا نقاش في هذا الموضوع ولا جدال ولا تراجع فهمتني ولا بحول الله إلى الأمام نسر إلى أن نصل الهدف بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله.